بقولك ايه؟ تسلم لي يا حبيبي. لا لا ده النهارده حدث، ماما وشيرين في بيت واحد. شيري عزمتني وانا ما اقدرش اقول لها لا. وبعدين اللي تتجوز ابني تبقى غلاوتها من غلاوته. قلنا بقى نعملها لك مفاجاه. وكمان الواد زوز وحشني قوي يا اخويا. يلا نتعشى بقى عشان احنا مستنيينك من بدري وجعانين جدا. يلا بينا. الله مش هنستنى زين؟ لا يا طنط، زين في التمرين، هنتعشى احنا. طنط انت بجد وحشتينا قوي وبجد منوره البيت. ميرسي يا قلبي. يا رب بقى العشاء المره دي يعجب حضرتك. اكيد هيعجبني. اي حاجه من ايدك يا شيري هتعجبني طبعا. الله. يا حبيبي الله. يلا بقى نقوم نغسل ايدينا قبل ما ناكل. يلا بسرعه. انا مبسوط بجد ان انت عزمتيها. بص يا محمود، انا ما اقدرش ازعلك، واكيد طنط غالي عليك قوي، بس انا كمان ما اقدرش على غيابك، فانا قررت قرار. انت هتتغدى معانا 5 ايام، ويوم هتتغدى انت وطنط لوحدكم. اكيد بتحبوا تتكلموا براحتكم. طب ما كده 6، فين السابع بقى؟ السابع بقى طنط هتيجي تتغدى معايا هنا انا والولاد. يا سلام. ايوه، وهحاول ما اضايقهاش والله. هحاول.